ربنا ماليها لازمة تخطيط العربية اللي انت غاويها دي؟ بصونها يا نعمة. ولا بصونها ولا حاجة، كلاب بتقعد عليها عشان بتبقى دافية والسقف بيتطبق. وماله؟ يبقى راضينا الكلاب فربنا يراضينا. يا عم صلاح كده كده مرضية ومن واسعة كمان. بقى مرتي يا نعمة، بقى مرتي ان انت اللي بتصرفي على البيت؟ طب ما انت كمان بتصرفي صلاح. بصرف عشان اللي في ايدك ده يشهد على حالي يا نعمة. لو واقف قدام الناس هيقول هي اللي شارياه. بيتنا اللي فوق ده لو شاهدوه هيقول راجل البيت ما دفعش ايجاري من يوم ما سكنه مرتين ثلاثه على بعض. يا لهوي انت بدات الوصله. عم صلاح يا احزان، واحد لا كده وروق. اهدى يا ابويا. بصي يا نعمة، انا رزقي في الدنيا دي كلها انت. انت اجمل هديه ربنا هداني بيها. يا ابو الصلح يا عسل انت. ربنا يخليك ليا. اطلب انت بس منه انه يرزقك ويرضيك. ما تقولش الكلام ده تاني عشان ما ازعلش منك. انا وانت واحد. ولو دقت عندك وانا فكتها زي لو دقت عندي وانت فكتها بالظبط. بحبك يا نعمة. اهو ده الكلام اللي اتقال اهو بوقت الحنك اللي اتقالت من شويه. انا لو منك اكملها ببوسه في الشارع واللي يحصل يحصل. يلا بوس. يا بت يا بت هنبقى مفاضيح المنطقه. مفاضيح؟ طب ناويني مفاضيح الشقه عشان نشوف موضوع البوس ده فوق. لا بصراحة يا بتاعنا بس يا عسل يا عم بس يلا. بقى يلا. هو انا ممكن في يوم ابقى غني قوي يا نعمة؟ ايوه طبعا ممكن. هما يعني الاغنياء احسن منك فيه. نفسي اكسب قضية الوقف دي اللي بقى لها مليون سنة. هتغير حياتي. نفسي اعمل لنفسي حاجات كتير قوي. وليكي. بس انا مش ناقصني فلوس ولا محتاجه حاجه واموت عليها. صراحه انا نفسي في حاجه تانية خالص. انا عارف اني حرمك من الحوار ده بس مش هينفع دلوقتي خالص. احنا بقالنا 4 سنين متجوزين والحياه من غير عيال ملهاش حاسه. مش عايز ابني يطلع يلاقي امه بتصرف على ابوه. أما تتعدل يا نعمة. طب لو ما تعدلتش؟ لو ما تعدلتش هسيبك. هسيبك. لأنك ساعتها هتكرهيني وهتحسي إن راجلك هفق ملوش لازمة. وهشوفها وأحسها في عينيكي ومش هستحملها يا نعمة. أنا نفسي أكسب قضية الوقف دي أوي. مش هيبقى عندي مشكلة بعديها. إن شاء الله ربنا يعمل لك كل اللي نفسك فيه. بس يا حبيبي قضية الوقف دي من أيام جد جدك. مش هينفع توقف حياتك كلها عليها. مش هينفع كل حاجة تبقى مؤقتة لحد ما تكسب قضية الوقف. لازم تمشي في حياتك عادي. كسبت القضية خير وبركة. ما كسبتهاش تبقى حققت حاجات تانية. ما تعمليش زي مامي كانت بتعمل مع أبويا. ما تحبطنيش. قولي لي هتكسبها، حمسيني بس كده. اللي بيحب حد بيقول له الصح. مش يقولوا اللي يرضيه ويسيبه ينطر. وانا بحبك وحقك علي ان انا اقولك الصح.